السلام عليكم الحي محمد، لكم السي يوسف الرخيص. صباح الخير. هذا التواضع منك، خليتي لنا الفيرو جيتي جلستي معنا في الطابور. اكيد انا ولد الحي والكريم. لا كنسمعوا هذه القضيه ديال ولد الحي ولد الكريم. نعم. واش السي يوسف ولد الحي محمدي بالضبط؟ اولا انا تزاديت في الحي محمدي. قريت في عمر بن الخطاب ابتدائي ديالي. الحي محمدي فين بالضبط؟ بالضبط في كريان بوعزه. كريان بوعزه اللي كتعرفوا كان كريان بوعزه، كريان البشير، كريان لاحونه، هذوما الكريانات اللي كانوا. دونك انا ولد كريان، ولد الحي محمدي، قريت في عمر بن الخطاب اللي مقابله مع كريان بوعزه ابتدائي ديالي. من وراها كانت عندي واحد المناسبه يسر لي الله، تلاقيت مع المرحوم الحسن الثاني الملك الرحيل. ومشيت لفرنسا. مشيت لفرنسا داويت، ما كنتش كنزيد، داويت قراني. لا انا ما لا كان انا كنت انا لا ما زدتش انا معاق. انا شدني داك الشلال، مرض ديال الشلال كان في 1961، هذا مرض الشلال اللي كان منتشر بزاف في المغرب. سببه ديال عدم التلقيح، وبهذا المرض كنقول للاباء يلقحوا وليداتهم، لان التلقيح ما كانش هذه المساله ديال الاباء. كان كتعرفوا كما كان بكري كان 6-7 الدراري في كل عائله، اذا ما كانش المواكبه الصحيه. دونك انا تصابيت بالاعاقه عن طريق الشلل، وهذا الشلل ما منعنيش باش نتابع الدراسه ديالي، وتحديت الاعاقه ديالي. مشيت تلاقيت مع المرحوم الحسن الثاني في 73، في 20 غشت كان اول زياره للملك الراحل للحي محمدي. كان جا في رق شي ديور في حي المدرسة، وتلاقيت مع سيدنا الله يرحمه، وصيفت لفرنسا وداويت. باقي صغير عندي 12 عام. 12 عام. ومن تما مشيت ملي جيت داويت قريت في عين سبع. مشيتي لفرنسا داويتي تما فرنسا، ما حاولتيش تحرك زعما؟ لا انا كان عندي كل شيء موفر، وما كانش عندنا المفهوم ديال 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 الحرايق ولا هذا. بالعكس كان بكري، كان فرنسا مشيت، كان دوز فيها سنين كثيره، ولا كنتعالج باش اليوم استطعت نوصل بحال على الاقل. خفيت شويه من الاعاقه، كنت كنحرك برجليا، لان هادشي ما كانش يمكن ليا قبل. وهذا الحمد لله فضل ديال الله سبحانه وديال الملك الراحل الله يرحمه. من وراها قريت في عين السبع، مدرسة ديال مقابلة مع الوقاية المدنية، كان لا ميسيون فرونسيز، لأن كنت جيت من فرنسا. ومن تما مشيت لليسي ليوطي، ليوطي اللي في شارع الزراوي. من وراها تفضل عليا سيدنا الله يرحمه باش دخلت لو سي بي في 83، دخلت كإطار في المكتب الشرعي في فوسفات، وبقيت خدام في فوسفات حتى لسنة 2014 باش تقاعدت. ما بين هذه المدة في 2003 كنلتحق المجال السياسي. كانت عندي واحد ليدول ديالي اللي كنت كنشوفه انا هو كان البصير الله يرحمه، كان عقل عليه، كان كيعجبني في التصرف في المعامله ديالو في التدبير ديالو ديال. ومشيت دخلت مع الهيئه ديال الاتحاد الدستوري مع البصير، واستطعت نكون نائب الرئيس في ديك الظرفيه ديال 2003 اللي كانت اول مره جات وحده المدينه، كان انتخابات باللائحه. ومن ثم مشى المسار ديالي السياسي حتى مشيت للمدينه في 2009. نجحت في 2003 حتى 2009. من 2009 ل 2015 كنت في المدينه. من 2015 2021 عاود رجعت غير للمقاطعه. من 2021 ل 2027 انا دابا رئيس ديال مقاطعه الحي محمدي. هذه المقاطعه اللي كتعز عليا، واللي كنعتبر بان كنعرف بان انا ولد الحي، واللي خصني ندير فيها ايد الله، ولان عارف الخبايا ديالها، وعارف المعاناه ديالها، وعارف المشاكل ديالها، وعارف حتى المواطن اش خاصو وشنو المتطلبات ديالو. نرجعوا لهذا السياسي اللي قرا معك الابتدائي باقي صاحبك دابا؟ كاينين وليدات كنتلاقى معاهم، كاين اللي مسؤول كبير، وكاين اللي الناس كنشوفهم عندهم وظيفه على قد الحال، وكاين ولكن باقي كنشوف الاخوان ديالي وكيذكروني. البارح كان معايا واحد الصديق كان الرمودي، كان معايا في الكشفيه، رغم ما كانت الاعاقه ديالي كنت كنمشي للكشفيه، كنا كنمشيو لدار المولاي الشريف عند واحد السيد المرحوم البهلول الله يرحمه. مني كان السي حسن رضوان هو اللي كان مكلف بحث الاستقلال تما في ذاك المقر ديال الكشفيه، كنا كنمشيو وكان كيعجبني. على اطار الكشفيه ما بقاش للاسف الشديد ما بقاش الكشفيه، وجاو البارح وتجمعوا هاد الاخوان فيهم الرمودي فيهم
واحد مصطفى فيهم مجموعة الإخوان اللي كنعرفهم وعاود بغوا يحيو وطلبوا لنا ترخيص وقلت لهم أنا ما عندي مانع ترخيص باش عاود يحيو هذاك المجال الكشفي لأن الكشفية دوزنا فيها سنين مشيت معهم الخرزوزة وأنا كنعقل في خرزوزة في سنة في 77 أو 78 منعوني لأن ما كانش عندهم مفهوم ديال واحد المعاق يمكن لي يدخل المخيم ودخل البهلول وقنعهم بان كنا مشينا جيت الافران فواحد المنطقه كلها خرزوزه ومشيت معاهم وكان سيدنا استقبلنا كنا في ديك السنه ديال عيد الشباب ودخلنا للقصر وكانت مهمه وعندنا ذكريات زوينه في القصر المرحوم الراحل يعني تهلا فينا من عرفنا ولاد الحي وشبعنا حلوى مزيان صراحه وعبرنا على الحي محمدي و دونك انا بقيت كنمارس كنت كنلعب كره ما كانش الاعاقه كتمنعني كان اول ما جمعنا المرحوم العربي الزولي الله يرحمه انا وواحد السيد راه كان زيزون وسماك وهذا ومعاق راه ولد حدا كاستور وكنا كنديروا حنا قبل ما كتلعب الطاس كنا كندخلوا ديك الفرقه كنديروا لهم واحد كيتفرجوا فينا شويه واحد نص ساعه كنلعبوا كره حنا المحاقين وكان الناس ديال ما كيتسناو المقابلات ديالنا السيد يوسف هذا شي قديم عندك تمام هو اللي كان تيران الطاس كيقولوا الحفره ملي كانت الحفره ملي كان العربي الزولي كنت كنبقاو هذا المنبر كنشكر بات مونير الله يرحمه انا كنت كنبقى بارك تما وكانت كتعجبني كره الطاس والفرق وكان مسكين حكى انا كنسكن في كارين بوعزه قريب ليا من تما ولكن بحكم ما كنبغيش نوض ماتش ورا ماتش كيخرج ليا الماكله الغدا انا ما عمري ما ننسى بات نومير الله يرحمه دائما حكى كيسكن في التيران وكنت كنبقى بارك وكيمشي مسكين وكيشوفني بوحدي وكيقول لي هاك ولدي خصك تغدى وكنتغدى وهذا ما عمر هذا الفضل ديال الله سبحانه وديال العائله ديال نومير ننساهم وكان ما ننساوش بان خالي الله يرحمه خالي عبد الرحيم الكول ديال الطاس راه كان تما كنسكن معاه في البركه في القراوه هذا الشيء القراوه اللي معروفه القراوه اللي ما عرفش الشيء اللي كنا بغينا نعرفوا حنا اللي ما يعرفش القراوه والقطره ومشي للعوينه اكيد اليوم الحمد لله نقول بان المعاقين نقزنا واحد العمليه اليوم كاين واحد المنظور جديد ديال الاعاقه اليوم كاين حنا والدينا تكرفصوا ما كانوش كراسي كانوا كيركبونا ما كانش الترويد كان كيجمعونا وكان واحد الصديق ديالي اللي هو معايا في الجمعيه دابا حسن لدري كان والدينا كيدونا من الحي محمدي كان واحد الكاميو كيجي يجمعهم ماشي كار كاميو وكيجمع والدينا وكيديهم سيت الصوفي باش كيديروا لنا البوله هذاك اللي كيقولوا دابا الانفراروج هذا الانفراروج ما كانش لان الوحيد اللي كان كيدير الترويض على مستوى الدار البيضاء هو سيد الصوفي اللي كاين في المدينه اذا كان والدينا مساكن تكرفسوا معنا اما نقول دابا اليوم حقيقه باقي المعاناه ديال الاباء مع الوليد المعاقين واخص كنتكلم على الاعاقه البالغه الوليد اللي عنده مثلا اعاقه مزدوجه او مركبه فيها الاعاقه الجسديه والاعاقه الذهنيه هذا صعيب لان خصو ياكل خصو ليكوش خصك مراقبه الام مسكينه ما يمكنش تخدم راه صبحت هي اللي خدامه عليه عندها معاناه مع راجلها ما كيقبلش ليها الدري ديما كيغوت اما حنا الاعاقه الجسديه اعتقد بان ما شكلتش عندنا شي عائق حنا اندمجنا حنا حاولنا نفرضوا راسنا كنقولوا للانسان ما تنظرش ليا كمعاق نظر ليا كواحد الطاقه اعاقه بغاها الله سبحانه حنا قابلين ولكن نظر ليا كواحد الطاقه اللي يمكن حتى نقدر نساهم شويه في المجتمع حتى نقدر نعطي الحمد لله دابا عندي وليدات عائله خدام ما خصنا حتى خير الحمد لله اليوم انا كنسير اكبر الجماعات او المقاطعات على مستوى ديال الدار البيضاء اللي عندها باع طويل الحي محمدي راه قلعه النضال هنا من شراره اللي انطلقت النضال ديال تحرير ديال المملكه من الحي محمدي هنا في كانت فرصة حشاد 8 دو جنبير هنا في كانوا الناس مناضلين اللي كانوا اللي ضحاوا بالغالي وبالنفيس خليتي الرئاسه السي يوسف عن جدار انا الرئاسه باش نقول لك انا ما عمري ما كنت ناوي نكون رئيس عمري كنا نجحنا تقريبا كنا متقاربين احنا والاخوان الاخوان ديال البام الاخوان ديال 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 الحمامات ديال التجمع الوطني الاحرار ولا الاسرى المعاصره
وديال ديال الاتحاد الدستوري كان النوبانة، حنا 4-4-4، وكاين جوج ديال العداله والتنميه، وجوج ديال ثلاثه ديال الاتحاد الاشتراكي، دونك واحد ديال الحركه الشعبيه. دونك بقى هذا الشيء، بقينا كنشوفوا شكون اللي كيمن الرئيس. انا ما كانش عندي رغبه، هما الاخوان اللي اقترحوني باش نكون الرئيس. فاش خديتي الرئاسه على مقاطعه الحي المحمدي، شنو هما الاهداف اللي كانوا عندك؟ اولا انا كان عندي واحد الرصيد ديال اشنو هما المشاكل اللي كان عند الحي المحمدي. ما يمكنش لي انك تعرفهم 2003 وانا كنعيشهم، في جانب اجتماعي، في جانب البنيه التحتيه، في جانب الثقافي، في جانب الرياضي، كل شيء هذه الجوانب، جانب الاداره كيفاش كننظر لها. دونك هذو كلهم هذو عوامل انا كنت كنعيشهم وحاولت هذو اشتغلت عليهم. مثلا في التقريب، مثلا غير في الوفيات اليوم كاين واحد رقم هاتف 05 22 63 63، كيمكن لك كتعيط. درناه ملي جيت انا درتو، مني كان داروا كمجلس، حنا كمكتب اتفقنا عليه، مني المواطن عنده واحد الوفاه كيعيط كينتقل عندك الطبيب، ما تحتاج باش والطبيب كيعطيك جميع الوثائق، باش كيعطيك الوثائق كلها باش دير ديال الدفن، لومبيلونس الى اخره. دونك عمليه مهمه. كذلك الاداره، الاداره ما كانش فيها كاتب عام، ما كانش مدير المصالح، كنا كنعانيو. الموظف كان كيعاني ملي كيبغي واحد الشهاده ديال مثلا واحد ورقه ديال الكونجي، كتسنى لي شهاده اداريه. جيت انا رفضتها، فاول ما درت درنا الامتحانات اطر كلهم. دابا الحمد لله عندنا تقريبا واحد 12 رئيس مصلحه اللي داز، هذه ما كانش. كانت الاداره عندنا ما عندهاش رؤساء المصالح وما عندهاش مدير المصالح. اليوم عندنا مدير المصالح وتعين الاخوان 12 رئيس مصلحه، كنتسناو غير لا فاليداسيون من الداخليه وغيبداو يمارسوا، يعني كتعطي الصفه ديالو كيوقع وهو. وكتبعنا الاورغانيغرام اللي كاين ديال اللي عطاتنا وزاره الداخليه. اذا مشينا مجموعه ديال البنايات اللي خدمناهم، في هادشي ديال لو بافي، في كاستور، في بلوك بناني، في الكودية، في المشروع، في فوارس، في العنطريه واحد، العنطريه جوج، العنطريه ثلاثه، في الزفت. اليوم مؤخرا درنا افوني دي اللي كيبدا من نمره جوج حتى التقدم كله تعاود بالزفت. حنا اكبر منتزه دشنا السيد الوالي نهار السبت، بدات الاشغال فيه يوم الاثنين، اليوم نبداو فيه. هذا منتزه فيه سبعه القطارات، هذا اللي ما استطعتش المجالس السابقه توصل ليه. حنا اليوم اولا تم استرجاع ديك الارض، ديك الارض كان ديال واحد الشركه سوناداك، اليوم استرجعناها. كان واحد العمل جبار قامت به السيده الرئيسه وكذلك السيد العامل، السيد العامل مشكور، متبع مع المقاطعات ككل، خاصه المقاطعة الحي المحمدي، جميع المشاريع عن كتب. تقريبا ما كتفوش واحد ظرفيه ديال شهر والا السيد العامل كيعيط لنا وكيدير معنا الميزو بوان ديال المشروع بمشروع فين واصل، وهذا كتعطينا شحنه، يعني كنحسوا بواحد المواكبه. ف مني كنشوفوا هذا المشروع اللي حنا كنا كنحلموا به اول ما جيت، حنا كمكتب سطرنا برامج ديالنا. البرنامج ديالنا اللي كان اساسي وهو ما عندناش منتزهات، يعني كنعرفوا الحي المحمدي ضيق، ما فيش وعاء عقاري، لان حتى التقسيم ديالو خايب. التقسيم ديالو الناس اللي كتكلم على فين كانت بلاصه كريان الكريانات سنترال، هذا كله راه اداريا تابع العين السبع. راه الناس كتقول هذيك البلاصه في الحي المحمدي، هذيك البلاصه في الحي المحمدي جغرافيا قريب القيصريه، ولكن هو اداريا هو وحي سعيده ودار الامان تابعين العين السبع، ولكن حنا اللي غنكونوا مستفيدين. حتى الاصيل اللي كاين وهو المواطن ملي غيدير هذا المنتزه اللي عطى التعليمات ديالو السيد الوالي، وكاين الدراسه دابا خدامين عليها، لان سيدنا بغى يعطي واحد المفهوم لهذه المنطقه ديال الحي المحمدي اللي هي عندها عنايه خاصه من طرف سيدنا. بغى يعطي لهذه البلاصه اللي كان مكان النضال واللي خرجوا منه الابطال وخرجوا منه المسؤولين الكبار، كاين في القضاء، في المديريات، في التعليم، في جميع المناصب، انطلقوا من الكريانات اللي كان كريان العرش، كريان البشير، كريان لاحونه، كريان الرحبه، كريان بوعزه، هذو كلهم الكريانات اعطاو الابطال. فتما ان شاء الله غتكون اكبر منتزه. ما نساوش 30 قطار، ماشي سهله،
اللي غتكون وجا في اللاك ديال الحي محمد. حنا المستفيدين ربما اكثر من مقاطعه عين سبع اكيد. هذا غيكون عباره عن جرده فيها المرافق ممتازه، راه دابا الدراسه كاينه هادشي ديال البارك اللي دايرين مثلا بحال غتكون شي حاجه الفن حسب ما ورونا، ولكن الدراسه خدامين فيها، باقي ما كملش البروجي. خلاف ديال بشار الخير اللي هو مقابل هذيك الارض اللي كانوا الناس كيعقلوا كانوا كيلوحوا فيها، هذاك كان ديال لافارج، ديك الارض ديال لافارج هي اللي كانوا كيلوحوا فيها كيجوا فيها كميه الحجر. الناس اللي كتعقل على كميه الحجر اللي كان كيدوز من القدام ديال المولي الشريف، هذيك الطريق دابا اللي عاد فيها ملاعب القرب، هذيك هي الطريق اللي كانت كدوز وكتلوح في هذيك البلاصه سبعه القطارات اللي كاينه تما. اذا انت مارشي الدجاج هو ذاك؟ مارشي الدجاج ان شاء الله، هذاك مارشي الدجاج اللي اون فاس ديالو، لان هذا المنتزه مقابل مع سوق الدجاج. فسوق الدجاج سولت السيد الوالي وكان السيده العمده فعطاتنا بان من هنا ثلاث شهور غتبدا الاشغال ديال ديك المنصه ديال التسويق المنتجات الغذائيه اللي غتكون في الخريطه. اكبر منصه فيها 250 قطار اللي غتكون واللي غتشمل سوق الدجاج، سوق ديال 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 الحوت، سوق ديال الخضر والفواكه، والسوق ديال 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 هادشي ديال الفول والحماص و المنتوجات هادشي ديال نسيت لهم القطنيه، المواد القطنيه. دونك هادو غيكونوا تما ديال اللحم غادي يلتحق بهم، ولكن بحكم كاين واحد قرض اللي كان خاطو مجلس المدينه من طرف واحد الشركه اسبانيه، بنكه اسبانيه، ما يمكنش ليه يتحول حتى يكمل. هذه هي المساله. تما غيكون واحد المجمع ديال 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 تسويق المنتوجات الغذائيه. اذا سوق ديال الدجاج عما قريب عام ونص ان شاء الله حتى العامين غادي يمشي في هذا المجلس ان شاء الله، وهذه ماشي مزايدات كيف ما كانوا كيقولوا بعض الناس. سي يوسف، بعض الناس كيف ما قلتي كيتكلموا على التيرانات، كيقول لك سي يوسف ما كيشوف ان التيرانات هما محفرين عندنا، الاسواق النموذجيه هما ما فهمتش التطور ما مكتملينش، شنو كتبان تقول فيها؟ بالنسبه للملاعب كتعرفوا بان كان هذا مشروع ديال سيدنا ديال شنو وعطى كانوا عطى انطلاقه ديال 21 ملعب، وكان النصيب ديالنا تسعه الملاعب اللي داروا في اطار المبادره بالنسبه لمقاطعه الحي محمدي. هادو كتدبرهم جمعيات اللي كانوا كيدبروهم التسيير ديالهم بشراكه مع العماله. اذا انت ما عندك تعارف؟ حنا ما عندنا، حنا عندنا ثلاثه الملاعب ديالنا اللي غنبداو نصرحوا فيهم. دابا اليوم داز الصفقه وهو جوج الملاعب عندنا في الموحدين وملعب اللي كاين في ام الحسن، هادو غيتصلحوا عاجلا ان شاء الله. تابعين لينا، حنا اللي كنسيروهم، حنا اللي كندبروهم. الملاعب الاخرى راه اتفقنا مع السيد العميل باش يعطينا الموافقه، لان بحكم هذه مرافق تابعه للمبادره، يعطينا الموافقه باش حنا نصلحوهم وندبروهم بشراكه مع العماله. بالنسبه للاسواق النموذجيه كتعرفوهم، هذا مشروع ملكي في اطار المبادره، فالتدبير ديالهم والتسيير ديالهم كيبقى من اختصاص المبادره ومن اختصاص العمل. السؤال ماشي الاخير من قبل الاخير، واش تسوي ديالي مراجعه؟ انا الاتحاد البيضاوي. انا بجوج كنتفرج فيهم، بجوج كنتفرج في الوداد، كنتفرج في الرجاء. على باش انا مؤخرا الاتحاد البيضاوي مشيتي ديتي لي واحد الشورتات وتي دائما انا مني دائما مني كيطلبوا مني شي حاجه الاتحاد البيضاوي، وخاصة أنا كنتعامل مع واحد السيد اللي رجل طيب اللي عضو في المكتب ديال الاتحاد البيضاوي، إلا كنستجب. أنا ما كنشوفش الخلافات مع واحد الشخص، بالعكس أنا كنشوف البيضة كفرقة واللي كنموت عليها واللي كبرت فيها كنعاونها. أنا نهار يطلبوا لي إيد الله ويبغوني ندعم أنا دائما في الدعم. نهار هما ما كيطلبوش لي هذاك، علما بأن إن شاء الله حنا البيضة ولا جميع الفرق رحنا كندرسوا باش نحلوا الملعب ديال الحفره راه كمل باش نحلوه ونعطوه لفرق الاحياء ونعطوه للناس. باقي ما تذكرناش حنا كمكتب شفتوا هما اللي غيكونوا مستفيدون من هذا الملعب ديال الحفره وردوا الامجاد ديال الرياضه للحي المحمدي. على ما كنسمعوا دابا التيران ديال الحفره ما كانش فيه غير التيران ديال الكره، كان فيه البوكس، كان فيه الجيمناستيك، كان فيه دار الشباب، كان هذاك البلاصه معروف، كان مجمع رياضي. مجمع رياضي كنا كندخلوا ديال الصغور ديالنا تما، كان فيه الباسكيت،
واش هادوك يقدروا يرجعوا هادو ديال دابا اللي كاين اليوم؟ كاين واحد العمل جبار كيدار على مستوى دار الشباب. دار الشباب راه تخصص لها واحد الغلاف مالي مهم كتصلح دابا اليوم في دار الشباب، ترد لها هذيك الامجاد ديالها اللي خرجوا منها الفنانين الكبار مسرحيين ممثلين اليوم راه كيشتغلوا عليها. مشينا حنا في البرنامج العمل ديالنا ديال المقاطعه، طلبنا باش هذاك لوطيل اللي كان هو اوطيل في كي لا بوكس يرجع يتبنى، راهم الناس خدامين معنا، حنا دخلناه في الباتريمون من ديال كازابلانكا باش يرجع هذاك هذاك في كاين عاشق خصو يرجع، لان تما كانوا الناس لعابه، كانوا الناس كيبيتوا تما كياكلوا تما في هذاك لوطيل، لان ما كانش كان بعروب الله يرحمه، كان اللعابه كيشدوا بالليل تما كيبقاو باش في الصباح يكونوا اون فورم، ماشي كيبدا يجمع فيهم. دونك كان عنده هذه الفلسفه قبل ما تكون اليوم الفلوس موجوده في الانديه وما كيفكروش، كان عنده هذا الفكر باش اللعابه ديالو يكونوا عنده تما باش يلعبوا الماتش. حنا بغينا نحيوا هذه العمليه، راه درت انا زياره انا ومروان نائب المفوض له قطاع الرياضه والثقافه وحنا خدامين عليها، وحتى السيده المندوبه الجهويه الاخت سناء شافت داكشي وباغا تمشي معنا في هذا التوجه، ردوا الاعتبار ديال هذاك المجمع الرياضي. مزيان، السيد سفر خاص ملي كيخرج من الدار ديالو الصباح كدير دوره في الحي الحمادي، تشوف شنو الحوايج اللي تزادوا، شنو الحوايج الجراد اللي خاصهم، كدير هاد انا يوميا انا رجل الميدان، اول ما كنخرج من بلاصتي كنمشي للقهوه السبعيون، كناخذ القهوه ديالي نقدر لكن مزروب ناخذها في السياره ديالي ونمشي، الا كنت عندي شويه الوقت نبرك سبعيون معروف انا فيها، ما بدلتش الهاتف ديالي ما بدلتش القهوه ديالي يعني معروف، ومن بعد كنمشي للكراج كنلقى الناس كيتسناوني كنشوف شنو هو الاشغال اللي خصها دير، شنو اللي كاين كيديروا لا في اطار اشغال كلها في الجرادي في البارك في كل شيء، كناخذ الفكره ديالو وكندور على الاماكن كلها قبل ما كنلتحق بالجماعه، كنشوف شنو الوثائق اللي كيتسناوني، شنو هما الاجتماعات ديالي، شنو هما اللي خصني ندير، ولكن علما بان انا مخطط في الصباح ملي كنخرج كنكون عارف راسي شنو اللي عندي. انا ما كنخدم عن طريق برنامج وشي تعلمته في لوسيبي، تعلمته لان كنت انا مسير، انا كنت جيستيونير وكنعرف بان الا ما كاينش برنامج ما كاينش التوقيت ما كانش الوقت ما عنده ثمن، وقت ما كتضيع في الوقت ديالك في بعض المقاهي وما كتبريكش وما كدوي الوقت، راه غدا غتجي 2027 وغنلقى راسي ما خلينا حتى بصمه لمنطقه الحي محمد. حنا اليوم مخليين البصمات، كاين مجموعه النافورات اللي داروا اللي كانوا مديرين اللي كانوا مسدودين وعطيت انطلاقه ديالهم، لا ديال النافوره ديال بشار الخير لا النافوره ديال الحي محمد، كاين المهرجان اللي ما عمرو ما دار الظاهره الغيوانيه اللي كنشوفوا حنا رائد على مستوى احسن مهرجان على مستوى الدار البيضاء، اليوم حنا كنخمو باش نفتحوا الطريق ديال الموحدين باش تخفف العيب على الحزام الكبير، اليوم كنخمو وعطينا وداز كان زعيم الملكيه طريق ديال الفوارات باش تدوز في ذاك الوزير اللي حبسنا الطريق ديالنا واللي كاين في تصميم تهيئه باش يخرج لسيدي مومن، اليوم حنا كنخمو فبرنامج عمل ديالنا باش في تصميم التهيئه ما يبقاوش عندنا دوزيطاج على مستوى الحي محمد، حنا خصنا اربعه ليزيطاج خمسه ليزيطاج نزيدوا الناس ليزيطاج قبل 2027، هذا كنعاهد به الناس ان شاء الله، هذا برنامج ديال المكتب ديالنا وديال المجلس وديال الاغلبيه، حنا كاين اوراش مفتوحه الى غيتحول الى غيدار بشهر الخير ان شاء الله الحديقه وغيتحول سوق الدجاج وغنفتحوا جوج طرقان ديال الفوارات وديال الموحدين، ودرنا اليوم عندنا جوج حفظ الصحه، حفظ الصحه ديال دير المولى الشريف وحفظ الصحه ديال الحزام الكبير، لا يعقل بس السيد مريض في السكر وبغى واحد البواطه ديال السكر وكينزل لها تال دير المولى الشريف، هو كيسكن في المشروع من خلال فتحنا حفظ الصحه وجبنا طبيب مشكور، هذا الطبيب اليوم خففنا الضغط على الناس، صحيح الامضاء ما كانش كيدار السبت، فرضناه باش السبت يكون الناس، لان كاين الناس اللي عندهم بعض المشاكل وما كيستطيعوش يجيو الايام العاديه، فاليوم السبت عندهم الحق باش يجيو يديروا تصحيح الامضاء في واحد المكان معين. اليوم كنعاودوا صوبنا الكراج في واحد الحله جديده باش يدخلوا ليه كاع السيارات وكذلك حتى هذوك العمال والسائقين يكون عندهم واحد المكان لائق بهم. اليوم كيتصوب المقر القديم
ديال الحي المحمدي ديال المقر ديال المقاطعه اليوم غيتحل لمن التعاونيات والجمعيات اللي غيشوف النور من هنا 4 شهور غيبدا يشوفوا الناس خاص التعاونيات والجمعيات والشباب اللي عنده افكار يجي يدير المشاريع ديالهم. اذا المقاطعه تتحرك، المقاطعه عندها برامج، المقاطعه اكيد عندنا معارضه، كاينه معارضه، انا كنبغي المعارضه تكون بناءه. سؤالك في هذه المعارضه واش كاينه معارضه ولا كاين اعداء؟ كاين اعداء النجاح، كاين واحد السيد اللي ما قابلنيش باش انا ناجح، طلعت رئيس، انا ما حيدتش الرئاسه. انا ما حيدتش الرئاسه، وكاينين اعضاء اللي بالفعل كيناقشوا معايا، اذا كانوا كيحسوا بان كاين اختلالات او واحد سوء تسيير ولا هذا، راه كناقش معاهم، يقدر يقنعوني، يقدر نقنعهم، وانا. انا على ما كنسمع ولا ما كنشوف الفيديوهات ديما كنسمعت. يوسف الرخيص رئيس مقاطعه الحي محمد غادي يدخل الحبس، اذا هاد الناس كيروجوا هاد الاكاذيب ماشي هما، ماشي هما، كاين عندي 4 ديال المعارضه غير واحد فيهم اللي مشى وكيقلب عند الوكيل العام وكيقلب عند الناس بان هو باغي كيقلب باش هاد المجلس ما يكملش. وهذا الشيء حنا ما كاينش، راه كاين الاجهزه اللي كتراقبنا فيهم وزارة الداخلية، المالية، المجلس الجهوي للحسابات، إلا هو عنده شي مشكل مع دماغه، هو إلا كان كراهية وحقد وحاسد على هذا المنصب، هذا هو سوقه، إلا يمشي يسول الحزب علاش ما عطاش الزكية. أنا بالنسبة لي الناس الأعضاء اللي عطوني الزكية ولأني كنشتغل، والناس وغنخلي المواطن اللي غادي يحكم علينا، حنا ماشي عضو على 21 عضو هو اللي غادي يحكم علينا، فأكيد حنا خدامين، حنا وضعوا فينا الثقة المواطنين، والناس هما اللي غيقولوا واش حنا خدامين وما خدامينش، والكلمة الأخيرة غتكون ديال المواطن، ماشي ديال واحد الشخص باش تجي دير البهرجة ودير والطعن المجاني والسب والقذف، ورغم بأن أنا ماشي واحد السيد اللي كنمشي كنبغي نتعاند معاهم في السب، لأن أنا كبرت في واحد العائلة في واحد البيئة، أنا رجل سياسي تعلمت من السياسيين الكبار، إنسان إذا كان سفيه كيتكلم ما كنجاوبوش. الكلمة الأخيرة هو على الحي المحمدي بالضبط هو اللي يجري في الديور اللي في حالة الديار اللي غابوا دابا تقريبا راهو النص ديالهم. بالنسبة لهذا المشروع، المشروع هو مشروع اللي تكلم به السيد العميل إلى جانب المقاطعة الحي المحمدي، هادو ديور اللي كانوا وقعوا فيهم مشاكل، كانوا فيهم وفيات، فاليوم هذه تقريبا سنتين والسيد العامل واقف على هذه العمليه شخصيا، هو درنا تقريبا ما يزيد على 10 اجتماعات كنواكبوا، دارت واحد مكتب دراسات اللي هو داخل كيدير الفحص ديال هذه البنايات، تقريبا هو ال بي 2 او اللي تكلف عن طريق الجماعه ديال الدار البيضاء، تقريبا عنده 1000 بنايه اللي شاف، واصل دابا 800 بنايه اللي عطانا عليها التشخيص ديالها، كاين اللي فيها الهدم، كاين اللي فيها اصلاح، كاين اللي فيها الهدم الجزئي، وكاين اللي فيها الهدم الكلي. فاليوم كاين عندنا تقريبا واحد 50 بنايه اللي تم الهدم ديالها من طرف مجلس مدينه الدار البيضاء، واللي واقف على سيد العامل. كتعرفوا الهدم ديالها كاين صعوبه، لان كاين الهدم يدوي ماشي عن طريق الاله، لان ملي كتهدم راه خصك تراعي الجناب ديال دوك الديور. عندنا 50، كاين البرنامج الثاني جايه واحد 100 و 150 دار اللي غتريب ان شاء الله. كتعرفوا تقريبا عندنا 400 دار اللي صادر فيها الهدم الكلي، دونك هادو كلهم، ولكن الناس كيستافدوا دابا اليوم، استافدوا واحد الناس عن طريق السيد العامل، وفر 540 دار كاينه في مديونه، واخر شقق 320 دار في المحمديه في الاندلس، الديور اللي ما فيهم كرامه المواطن، 3 البيوت، 2 المرافق الصحيه، صالون بعشرة الملايين مع تسهيلات. كنتمنى باش هاد السيد الوالي دار معنا واحد الاجتماع غيسرع ثاني بالعدد اللي جاي، لان كاينين الناس خرجوا من الديور وكينتظروا يستافدوا، فجات واحد 130 شقه هي كاينه دابا حاليا، راه كيدار عليها القرعه ديالها. فهذا مجهود جبار ديال السيد العامل وديال السيد الوالي، حنا كنواكبوا هذه العمليه، وحنا بغينا باش السيد الوالي عاود يزيدنا شقق، لان هاد المواطن المهم الارض غادي يستافدوا في الارض ديالهم كلها. هذا امتياز، تصور كيريبوا لك كيخرجوا لك الكرايه وكيحيدوا الطراب وكيعطوك الارض، ما زوينهش؟ مزيانه بزاف، ولكن ما فيها زعما شي حاجه الخلاص، ما فيها زعما لا باقي ما مذكورهاش، هي كيبغيو يذكروا الخلاص، ولكن دابا اليوم الا مشيتي هزيتي شهاده الملكيه ديالك ما كتخرجش الحجز ديال الجماعه، خاص دابا
كيف يريبو سير خذ سميتها نمشي دابا ان شاء الله باش تاخذ بان ما فيهاش الحجز باش يمكن لك تبيع دابا تتبيع بغيتي تبني تبني وشكون يعطيك الرخصه حنا انا اللي يعطيك وقت ما بغيتي دار غدير 13 ولا 12 ايطاج زوينه مثلا تبدا تبغي تبني غير السفليه ديالك ما كاين مشكل جي تبنيها جي نعطيك تبني ما تخلص ليا زعما زعما الدوله باقا ما دابا كانت واحد 50000 درهم نعم ما كانش لا ماشي مشكل دابا ديك 50000 درهم باقا فيها نقاش اعتقد بان اليوم هذا السيد اللي غادي يمشي غادي يستافد هاد الملاكين غيستافد من الارض ديالو واحد 60 ولا 70 متر غيتحيد ليه التراب غادي دوك الكرايه غادي يمشيو يستافدوا لان كتعرف الكرايه كاينه صعوبه باش تخرجهم وغيمكن ليه يبني والبني ديالو ما غيحتاجش لانه يمشي يجيب ملي غيجيب شهاده الملكيه راه ما فيهاش شي حجز على ما قلبوا دابا اللي بغى يبني حتى من دابا ياخذ من دابا حنا غنعطيو الرخصه ديالو وانا بغيت بالعكس انا بغيت دير المنشف يبدا فيها البناء اليوم كنشوف انا شي بناء كيدار وعجبني الدار دابا اللي كاينه في الشوكه اللي حدا فيه كاين امين راه كتبنات بالفن مواصفات زوونه وهذيك كترد كتبدل النمط ديال المنشف وبالنسبه للمحلات اللي كانوا في تحت الديور شنو هذا اشكاليه باقا مطروحه احنا دائما كنطالبوا باش هذوك الناس المحلات التجاريه يلقى لهم شي حل خصنا هذا ما كاينش اليوم كيتكلموا على المباني ما كيتكلموش على المحلات التجاريه كنتمنى من الله سبحانه السيد الوالي هاد الناس اللي كان كيبيع عنده ريجيد كوميرس كيخلص الطاكس ديالو خصنا حتى هو غا اما هذاك السيد مني غيبغي يبني يرد ليه بواحد السومه كي راهي اخرى هذاك المحل التجاريه غا اما الدوله تعوض ليه سير الترخيص الساعه كانت معك زوينه بزاف الله يبارك فيك حتى انتوما جوج كلمات كتعطينا المتتبعين ديالك في الحي المحمدي اللي كيبغيوك واللي ما كيبغيوش نعم دوك اعداء النجاح نعم اللي كيبغوني انا فرحان بهم وكنشوفهم وكيشجعوني باش نمشي اكثر وباش حتى حاجه ما توقف لي العمل ديالي وقد ما كتكون واحد الطاقه ايجابيه وكيقولوا لي سير على العمل ديالك ما تديهاش في الناس والا انا الغد كنجيب واحد الشحنه اخرى طاقه ايجابيه واللي ما كيبغونيش كنتمنى من الله يتقربوا ليا ويعرفوني واش نيت انا ما مزيانش ولا لا واش عندي شي خشونه واش كندير شي خروقات يتقربوا ليا اكيد انا ولد الحي وكنبرك في نفس المكان ديالي وما نبغيش تسجل عليا شي حاجه لي انا راه اكيد حنا كاع اللي كيشتغل راه معرض للاخطاء الا كان شي خطا يوجهوني ولكن الطعن المجاني غير حيت انا رئيس هذا ما كتمشي في حتى شي بلاصه وما ننساوش بان راه كاع اللي راه شوف اللي ما كيشتغلش ما كيعيروش ما اللي كيشتغل دائما معرض للطعن